بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد سلطان. النهارده باذن الله هكلمكم على المنهج الجديد لسيس ان اي سكيورتي. رقم الامتحان 640 554. طبعا المنهج اللي فات اختلافه ان رقم الامتحان كان 640 553. في الفيديو الصغير ده ان شاء الله هكلمكم على الفروقات اللي موجوده بين المنهج القديم والمنهج الجديد. هي فروقات مش ظاهرة قوي لكن هنتكلم فيها anyway. في البداية عشان نتكلم على المنهج CCNA Security، انا بفترض ان اللي بيسمعنا حاليا هو already CCNA، ومش just CCNA، يعني لازم في بعض الحاجات كده او النقط لازم تكون انت اجدتها كويس في منهج CCNA، واخص بالذكر منها الجزء switching، جزء الاكسس ليست، الاكسس كنترول ليست، جزء الناتنج، وجزء الوان. فحضرتك عشان تبتدي تدخل في التخصص السكيورتي بفترض ان حضرتك اجت المواضيع ديت اجاده تامه عشان ترتاح في منهج السكيورتي. المنهج القديم هو حتى الان لسه شغال، اخر ميعاد لامتحانه يوم 30 سبتمبر 2012، النهاردة 24 سبتمبر وقت تسجيل الفيديو ده، يعني كمان 6 أيام تقريبا وهتكون الفرصة قدامك راحت، وإجباري عليك بعد كده تمتحن المنهج الجديد اللي هو 640 554. حاليا عشان نتكلم في المنهج الجديد أنا همر سريعا على المنهج القديم ونتكلم في موضعه. فحضرتك لو كنت رحت على شبكة سيسكو التعليمية اللي هو learningnetwork.cisco.com/docs/doc4989، او لو انت عايز تدخل على الموقع، طبعا هو حضرتك لازم تكون اوريدي ريجسترد على الموقع عشان تبتدي تعمل براوس للموقع. هتيجي هنا في خانه الاسوشيت، هتختار منها السي اس ان اي سكيورتي، هتجيب الاي اي ان اس، وده طبعا الاسم المرادف او الاسم المقابل لمنهج السي اس ان اي سكيورتي، وهو اختصار امبلمنتنج سيسكو اي او اس نتورك سكيورتي. هتبتدي بعد كده تجيب المواضيع، خلينا نجيبها برضه زي ما احنا شايفين هنا. قال الاكزام الحالي ممكن تمتحن رقم الامتحان ده او ده، طبعا اللي فوق ده هو القديم، ومكتوب جنبها ان اخر يوم امتحان يوم 30 سبتمبر، واللي تحت هو الامتحان الجديد. حضرتك لو عايز تعرف الفروقات ما بين المنهج القديم ومنهج الجديد هتبتدي تنزل تحت على exam topics، هتفتح ده في new tab وهتفتح ده في new tab. خلينا نبتدي بأول حاجة المنهج القديم. طبعا حضرتك دلوقتي بتتنقل لمرحلة جديدة من التخصص وهي security، ومش اي سكيورتي، ده السكيورتي الخاص بشركه سيسكو. فحاليا سيسكو ميزتها عن باقي الشركات ان هي دايما بتعطي اساس كويس جدا في اي حاجه جديده بتتعلمها. فهنا كسيسكو عشان تبتدي تعلمك على السكيورتي اللي هتعمله على المنتجات بتاعتها، في البدايه كان لازم بتعرفك سكيورتي بشكل عام، او احنا بنسميه انفورميشن سكيورتي، امن المعلومات بشكل عام. هنا في اول جزء في المنهج القديم كانت سيسكو بتتكلم على السكيورتي ثريتس او تهديدات السكيورتي، ابتدت تتكلم فيها على الاتاكس اللي ممكن تعرض للشبكه بتاعتك او للمنظمه او المؤسسه اللي انت فيها بشكل عام. هبتدي تتكلم على انواع الاتاكس نفسها، الضرر بتاع كل واحده منهم، هيبتدي تتعلم شويه مفاهيم ثابته، فور اكزامبل عندك فولنربيلتي، عندك اكسبلويت، عندك ثريت. يمكن الجزء بتاع النظر اللي في البدايه ده عليه اغلب اسئله الامتحان، وهو ده الاساس بتاعك بعد كده لما تيجي تكمل اي حاجه في السكيورتي بشكل عام مش جاست سيسكو بس. هتبتدي تتعرف على المفاهيم، هتبتدي تقابلها في اي مكان تاني بعد كده. فالمقدمه بتاعت سيسكو بتتكلم على الثريتس اللي ممكن تقابل النتورك سكيورتي انجينيرز وازاي بتعالجها، كمان بتتكلم على انواع الهاكرز او انواع الاتاكرز اللي ممكن يعملوا اكسبلويت للنتورك بتاعتك، هتعرف تصنيفهم، هتعرف انواع الكراكرز، هتعرف انواع المخربين بشكل عام عشان تبتدي تصنف نفسك وتبتدي تصنف الاتاكر اللي هيخش عندك
تقول ده تصنيفه ايه، مين الهاكرز. هتبتدي تخلص الجزء النظري، بتبتدي بعد كده تدخل على اول شغل للعملي، وهو السكيورينج للسيسكو راوترز. سيسكو في المنهج القديم بتاعها سيسني سيكيورتي كانت ماشي على نمط جميل جدا وظريف. في البداية بتخليك تعمل ديفنس للراوتر بتاعك، تعرفك الاتاكس اللي ممكن الراوتر بتاعك يتعرض لها، ازاي بتعمل ديفنس للراوتر، ازاي بتطبق شوية تكنيكس هي بتقولك عليها. طبعا في بعض الثوابت انت هتعملها بعد كده على اي راوتر عايز تطبق على السيكيورتي. بالظبط في منهج السي سي ان اي، لما كنت اول ما بتفتح الراوتر بتاعك او اول ما بتكونسول على السويتش، كنت بقولك اول حاجة غير اسم الراوتر، اعمل له انيبل باسورد، خلي الانترفيس اب، اعمل بينج عشان تتأكد ان السويتش اب. هنا نفس الكلام. بعد كده انت دخلت في قصة السيكيورتي، او ما بتقعد على اي ديفايس سيسكو بعد كده هقولك ابتدي اعمل له بيزك سيكيورتي كونفيجريشن. والبيزك سيكيورتي كونفيجريشن ديت بتتم عندنا عن طريق ايه؟ يا اما عن طريق الكوماند لاين ان انا اعمله بايدي مانيوال، ابتدي اعمل كونسول على الديفايس بتاعي وابتدي ادخل على مود وابتدي اديت فيه. يا اما الحل التاني ان انا بستخدم واجهه رسوميه او الجي او اي جرافيكال يوزر انترفيس، ودي كانت عباره عن البرنامج بتاع سيسكو اسمه سكيورتي ديفايس مانجر او الاس دي ام. تمام. حضرتك خلصت السكيورتي اللي بتعمله على الراوتر، بتبتدي بعد كده تدخل على قصه جميله جدا وظريفه كانت بتقول لك او المفهوم التريبل اي، اوثنتيكيشن واوثرايزيشن واكاونتنج. سيسكو بتبتدي تعلمك ازاي لما تيجي تعمل كونكت ليوزرز بعد كده عايزين يدخلوا النتورك عندك، نوت جاست ان انا ممكن جوه الراوتر بتاعي اقول انا عايز اليوزر اللي اسمه احمد سلطان لما يجي يدخل هسأله على الباسورد بتاعه اللي هو هيكون 1 2 3 4. في يوزر تاني اسمه محمد، الباسورد بتاعه 1 2 3 لما يجي يدخل هسأله عليه. اللي احنا بنعمله ده او اللي بتكلم فيه حاليا اسمه اللوكال داتابيز للراوتر نفسه. التريبل ايه جت حلت مشكلة ان انا ممكن يكون عندي يوزرز كتير ومش كل مره هخليهم يعملوا اوثنتيكيت مع الراوتر وهم داخلين عليه. طبعا اللوكال داتابيز بتاعتك بتكون ليميتد ان سايز، واي تحميل عليها بيسبب ان الراوتر بتاع البرفورمانس بتاعه يقل. فكان الحل ان احنا بنستخدم سيرفر خارجي. احنا بنجيب سيرفر 2003 او 2008 مايكروسوفت، بنبتدي ننزل عليه تول بتاعه سيسكو اسمها الاي سي اس. التول ديت ما بتنزلش غير على ويندوز سيرفر، ومن خلالها ببتدي افعل البروتوكول بتاع التريبل اي جوه الاي سي اس وجوه الديفايس بتاع سيسكو بتاعي، وعلى اساسه اي يوزر بعد كده عايز يعمل اوثنتيكيشن عندي على الراوتر بتاعي، اول حاجه هبعته على السيرفر اللي موجود عليه الاي سي اس. والاي سي اس هيبص جوه الانترنال داتابيس بتاعته ويشوف هل فعلا اليوزر ده موجود جوه ولا لا. لو موجود هروح للراوتر اقول له اليوزر ده فعلا موجود عندي، اسمح له بالدخول. لو مش موجود هعمل ديناي من البدايه. دي كانت مرحله الاوثنتيكيشن. بعد ما خلصت مرحله الاوثنتيكيشن ببتدي بعد كده ادخل على مرحله الاوثورايزيشن. مرحله الاوثورايزيشن بقول اللي دخل عندي الشبكه ده يقدر يعمل ايه. على حسب كل يوزر وعلى حسب البريفليج بتاعه هقول ان فلان الفلاني يقدر يعمل ايه. خلص مرحله الاوثرايزيشن ببتدي بدخل لاخر ايه موجود عندنا، وهي مرحله الاكاونتنج. ان انا بقول لك اي يوزر عندك من اللي موجودين حاليا عاملين اوثنتيكيشن واوثرايزيشن وموجودين حاليا جوه الديفايس بتاعك، عايزك تبتدي تعمل لي ليهم زي رسائل لوك، عايز اشوف الناس دي عملت ايه طول اليوم. جميل. بروتوكول تريبل اي ده اساس عندك في السكيورتي، حضرتك هتشوفه حاليا في منهج السي سي ان سكيورتي، وهتشوفه كمان لو طلعت على السي سي ان بي او على السي سي اي اي سيكيورتي. طبعا هنا في عندك جزئيه مهمه جدا وهي التكاكس والريديوس، وهم دول البروتوكولات اللي شغاله ما بين التريبل اي كلاينت بتاعي اللي هو الراوتر وما بين السيرفر بتاعي. هتتعرف بالظبط على التكاكس والريديوس، ايه الفروقات ما بينهم، وامتى بختار ده وامتى بختار ده. خلصنا من جزئيه التريبل اي، بندخل بعد كده على الاكسس كنترول ليست.
طبعا اكسس كنترول ليست ده موضوع اساسي في اي موضوع من سيسكو، سواء حضرتك بتكمل وايرلس، بتكمل فويس، بتكمل سكيورتي، بتكمل سيرفيس بروفايدر، لازم هتلاقي الاكسس كنترول ليست. عشان كده انا كنت قلت في البدايه ان الاكسس كنترول ليست لازم تكون بتجدها اجاده تامه، ما ينفعش تطلع لاي ليفل من ليفلز سيسكو من غير ما تكون عارف الاكسس كنترول ليست. فهنا المنهج سيزن اي سكيورتي هيبتدي تاني يعيد لك على الاكسس كنترول ليست، يعرفك على انواعها، على الستاندرد وعلى الاكستندد، وهتعرف على النيمد اكسس ليست، وكمان هتعرف على نوع اخير اسمه النمبرد اكسس ليست. هتبتدي بعد كده تتعرف على بروتوكولات جديده زي الاس ان ام بي سمبل نتورك مانجمنت بروتوكول، هتعرف ازاي بتعمل له كونفيجريشن، هتعرف على انواعه، هتعرف ايه اهميته عندي في الشبكه في عمليه المانجمنت. خلصنا من الجزئيه ديت، بندخل بعد كده على مرحله او امبلمنت سكيور نتورك مانجمنت اند ريبورت. حضرتك كنت طول عمرك لما في المنهج بتاع سيس ان اي كنت كل ما تحب تدخل على ديفايس سيسكو كان قدامك حل من اتنين، يا اما بتعمل كابل كونسول ما بينك وما بين الديفايس بشكل دايركت، يا اما لو الديفايس بتاعك في مكان ريموتلي ساعتها بنحتاج بروتوكول اسمه التلنت. في ناس منكم سمعت عن الاس اس اتش، هو حضرتك ما كنتش مطالب بيه في منهج السي اس ان اي. حاليا في السكيورتي هتتعلم ازاي تعمل كونفيجريشن للاس اس اتش، وتبتدي بعد كده لما تعمل تلنت على الراوتر بتاعك هتعمل تلنت عليه باستخدام بروتوكول الاس اس اتش. كمان هتعرف على السيس لوج مسج، هتعرف ان الراوتر بتاعك طول ما هو شغال بيطلع لك رسائل، كل رساله من الرسائل ديت بتدل على حاجه معينه، سواء كان اليرت، سواء كان ديزاستر هتحصل عندي، سواء كان كريتيكال الارم. في بعض الرسائل حضرتك من خلال الرسائل تطلع لك من الراوتر بتبتدي تقيم الراوتر بتاعي هل هو حاليا في خطر، ولا الحاله بتاعته ستيبل، ولا في اتاك بيحصل عليه. كل اللي كنا بنتكلم فوق ده كان عباره عن اللاير 3 سكيورتي او الراوترز سكيورتي. بيبتدي بعد كده تدخل على اللاير 2 سكيورتي وموجوده في اللاير 2 اتاكس. هتبتدي ترجع تاني للسويتش بتاعك تتعرف على الاتاكس اللي ممكن تحصل فيه، وعلى راسهم الماك سبوفينج واللي كنا بنحلها بعمليه البورت سكيورتي. هتعرف كمان على الاتاكس اللي ممكن تعرض ليها الهسبانيك تري بروتوكول والفي لان، وكمان ممكن تسمع هنا عن مفهوم البرايفت في لان. خلصنا من كل اللي فوق ده، دلوقتي عملنا سكيور للراوتر وعملنا سكيور للسويتش. بنبتدي بعد كده نتعرف على الاي او اس فاير وول فيتشر. حضرتك حاليا كنت بتستخدم الاي او اس بتاع سيسكو اللي هو الاوبريتنج سيستم اللي موجود جوه الديفايس. مش بس الاوبريتنج سيستم بتاعي كان بيعمل راوتنج او بيعمل سويتشنج، ده احنا كمان ممكن نعمل عليه بعض الخصائص، واولها الفاير وول. هنا بتتعلم ازاي اخلي الاي او اس بتاعي يشتغل كانه فاير وول. جميل. طبعا الموضوع ده شويه ادفانسد عليك ان انا اخليك تعمله بالكوماند لاين، عشان كده اللي انت مطالب بيه هنا ان انت ازاي تعمله كونفيجريشن عن طريق الاس دي ام، زي ما قلت من شويه من فوق كان سكيورتي ديفايس مانجر. الموضوع بسيط جدا وفي غايه السهوله، بس عايز منك شويه تركيز، وحط في بالك طول ما انت ماشي في منهج سيس ان اي سكيورتي ان اي حاجه هنا انت بتدرسها هترجع تاني تشوفها في جزء المحترف او جزء الخبير طول ما انت طالع في شهادات سيسكو. يعني ما تقولش اللي فات مات هنا، اي حاجه في السكيورتي بتفضل ثابته معاك لحد ما تقول انا خلاص هبطل كارير السكيورتي. جميل. خلصنا ازاي تعمل تخلي الاي او اس بتاعك عباره عن فاير وول. تدخل بعد كده ازاي تخلي الراوتر بتاعك او الاي او اس يشتغل كانه اي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم. هتعرف هنا يعني ايه انتروجن بريفنشن سيستم او كاشف الدخلاء، وهتعرف كمان على اخوه او ابن عمه الاي دي اس انتروجن ديتكشن سيستم. هتعرف الفرق بين ده وبين ده، وده بحطه فين في الشبكه بتاعتي، وده بحطه فين. طب انا لما اجي اشتري ده ولا ده، طب ده بيشتغل ازاي، طب ازاي اعمل له كونفيجريشن برضه عن طريق الاس دي ام. اخر خاصيه هتعملها على الاي او اس بتاع سيسكو، ازاي تخلي الراوتر بتاعك يشتغل كانه في بي ان. حضرتك هتعرف على اول نوع فقط من انواع الفي بي ان اللي هو السايت تو سايت في بي ان. ازاي اخلي صديق ليا مثلا موجود في امريكا وانا هنا موجود في مصر، ازاي الراوتر بتاعه هيتعامل عليه في بي ان والراوتر بتاعي هيتعامل في بي ان، احنا الاثنين نكونكت مع بعض، السايتين السايت بتاع مصر والسايت بتاع امريكا يكونكتوا مع بعض عن طريق الفي بي ان فيرتشوال برايفت نتورك.
طبعا هتعرف الشابتر ده في البدايه يعني ايه في بي ان، انا ليه بستخدم في بي ان. هتعرف كمان ان لما اجي اعمل استابليش لعمليه الفي بي ان لازم بيكون في عندي شويه شروط اساسيه. الشروط ديت عباره عن مفاتيح سكيور بتتنقل ما بيني انا كمصر وهو في امريكا. فكان لازم قبل الفي بي ان هتلاقيك بتتعرف على الكريبتوغرافي، هتعرف على انواع التشفير، هتعرف على العلم نفسه، هتعرف على الهيستوري بتاعته بدا ازاي، هتبتدي تتعرف على انواعه، هتبتدي تقسم عندك الكريبتوغرافي او التشفير كنوع سيمتريك او اسيمتريك. هنا في بعض المفاتيح وهنا في بعض المفاتيح شغالين ازاي الاثنين، امتى بستخدم ده وامتى بستخدم ده. زي ما انتم شايفين احنا كده خلصنا المنهج القديم بتاع السي سي ان اي سكيورتي. المنهج بسيط جدا 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 وظريف، وان كان اغلبه في حاجات جديده انت اول مره تسمعها. بس دايما بقول المنهج بتاع السكيورتي او التخصصات بتاع السكيورتي، انت دايما بتدرس الحاجه وانت بتكون انترستد باللي هتعرفه واللي بتعرفه. طول ما انت ماشي بتعرف حاجه جديده انت كان ممكن سالت نفسك فيها في السي سي ان اي ازاي اعملها، فكان دايما المدرب بتاعي يقول لك السنه دي لما تكبر شويه. جميل. المنهج بسيط جدا زي ما قلت لكم. نيجي على المنهج الجديد اللي انا بعمل الفيديو ده عشانه النهارده، وهو منهج 640-554، وده المنهج اللي هيكون فاليد من اول 30/9. يعني هو اوريدي حاليا فاليد، ممكن اي حد يمتحنه الايام دي، بس هيكون اجباري عليك من بعد 30 سبتمبر 2012 ان انت لما تمتحن سي سي ان اي سكيورتي تمتحن رقم الامتحان بتاعك يكون 640-554. خلينا كده ننزل في الاكزام توبكس واحد واحد. في البدايه زي ما قلت لك دايما سيسكو بتعرفك على الكومن سكيورتي ثريتس، لازم ده اساسي في اي شركه بتعلمك سكيورتي، لازم في البدايه تعلمك السكيورتي بشكل عام وبعد كده تعرفك ازاي تتخصص في السكيورتي بتاعها. فانا سيسكو نفس الكلام بتعيد لك القصه تاني، بتعرفك انواع الحمايه، تصنيفات الاتاكس، مين الضار ومين اللي مش ضار قوي، ازاي اوقف الاتاكس، في مفاهيم عندك ثابته لازم تكون عارفها، انواع الاتاكرز، انواع الهاكرز، الداتا بتاعتي تصنيفها بيكون هل هو سيكريت ولا توب سيكريت ولا مش سيكريت اصلا ممكن اي حد يشوفها. هتعرف على بعض المفاهيم اللي انت كنت سمعت عنها قبل كده اللي احنا بنسميها السي اي اي او الكونفيدنشاليتي والانتجريتي والافيلابيليتي. دول تلات مفاهيم اي مؤسسه بتطبق سكيورتي يهمها انها تطبق التلات مفاهيم دول. الكونفيدنشاليتي معناها الخصوصيه، ان انا ازاي اتاكد الداتا بتاعتي وانا بنقلها مفيش حد يشوفها غير الراجل اللي رايح له. عندك الانتجريتي، ازاي اتاكد ان الداتا بتاعتي وهي طالعه من انا كسورس ورايحه للديستنيشن مفيش حد بياخدها في النص ويبتدي يلعب في الداتا بتاعتها، يعني مفيش حد بيقدر يعمل لها سبوفينج. اخر حاجه الافيلابيليتي، ازاي اتاكد ان الداتا بتاعتي افيلابل 24 اور، ازاي الداتا بتاعتي موجوده على طول 24 ساعه، مفيش حاجه اسمها السايت بتاعي واقع او اتعمل عليه دينال اوف سيرفيس اتاك او تيفر. نفس اللي كان في المنهج القديم، هنا بتبتدي تدخل تاني في السكيورتي سيسكو راوترز، تعرف ازاي تعمل سكيورتي على الراوتر بتاعك، وكان قبلها طبعا بيعرفك اول حاجه ايه الاتاكس اللي ممكن الراوتر بتاعك يتعرض لها. هنا بنبتدي نتعرف على مفهوم جديد، يعني هنا البدايه الجديده بقى. Describe Securing Control Data and Management Plan. هنا سيسكو هنبتدي تعرفك على تقنية أو مصطلح هي مطلعها اسمه Network Foundation Protection أو NFB. وسيسكو من خلاله قسمت الراوتر بتاعك أو الديفايس بتاعك للثلاث طبقات. طبقة اسمها الكنترول بلان، الكنترول بلان، الداتا بلان، والمانجمنت بلان. هتعرفك في كل طبقة إيه وظيفتها، هتقول لك طبقة مسؤولة عن الفورورد، وطبقة مسؤولة عن الراوتينج، وطبقة تانية مسؤولة عن الريبورت. هو شكل جميل جدا وظريف ان سيسكو قالت لك العمليه ما عادتش عايمه بعد كده. ده لما اجي اعمل سكيور انا اقول لك انا حاليا هعمل سكيور للكنترول بلان. فانا مثلا هقول انا عايز اعمل سكيور للراوتنج بروتوكولز بتاعتي. في عندي مثلا داتا اقول انا عايز اعمل سكيور للفورورد داتا بتاعتي. في عندي المانجمنت اقول انا عايز اعمل سكيور لللوج مسج الموجود عندي او الريبورتس. جميل؟ بتبتدي بعد كده تعرفك دي على تاني حاجه جديده اسمها ديسكرايب سيسكو سكيورتي مانجر. ده ابلكيشن سيسكو عاملاه، هو مهمته الاساسيه اللي هو يعمل لك عمليه مانجمنت او اداره او احنا بنسميها انسايت، زي الخدمه بتاعت جوجل. جوجل ليها خدمه اسمها جوجل انسايت، ان انت مثلا بتعطيها كي وورد معينه وهي بتبحث فيها بتشوف الكي وورد ديت
اتقالت كم مره، اتقالت في انهي اماكن، مين الاشخاص اللي قالوها، المدينه بتاعتها. نفس الكلام هنا بالظبط، بس ده بيتطبق على مستوى النتورك بتاعتي. فهنا الديسكريبشن بسيط على السيسكو سيكيورتي مانجر كسوليوشن سيسكو مطلعاه وبتفتخر بيه، بتقول لك انا عملت حاجه جديده اهوت. هتلاقي فيه كذا سكرين شوت ليه كده بس موجودين في الكتاب. هنبتدي بعد كده اتعرفك على الاي بي فيرجن 6 اللي انت اوريدي المفروض حضرتك كنت عارفه من منهج السي سي ان اي، كان اخر مواضيع السي سي ان اي تقريبا. هنا ما بتعلمكش ازاي تعمل سكيور بس على الاي بي فيرجن 4، فهنا كمان بتعلمك اول حاجه ازاي تتنقل للاي بي فيرجن 6، وعلى اساسه بتقول لك ايه السكيورتي اللي ممكن تعملها على الاي بي فيرجن 6. الموضوع برضك بسيط جدا وظريف وبيعتمد على مفهومك للاي بي فيرجن 6 في منهج السي سي ان اي. بعد كده بتبتدي تدخل على البروتوكول بتاع التربل ايه اللي احنا كنا قلناه في المنهج القديم، ازاي تعمل له امبلمنتيشن او اوثنتيكيشن اوثرايزيشن والاكاونتنج. وطبعا هتعرفك على التكاكس او الريدياس، الفروقات ما بينهم، تستخدم ده او ده، وازاي تعمل له كونفيجريشن، وازاي تتاكد ان هو شغال. طبعا هو المنهج او الجزء بتاع التربل ايه هو حضرتك انت يعني انت المفروض تعرف هو بس شغال ازاي، بس حضرتك مش مطالب بيه ككونفيجريشن في مستوى او في الليفل بتاع الاسوشيت كحضرتك دلوقتي سي سي ان اي سكيورتي. لكن لما تطلع ان شاء الله تبقى ان بي سكيورتي هتلاقي الموضوع ده انت مطالب بيه بالتفصيل ازاي تعمله كونفيجريشن. يمكن بس القصه هتلاقيك محتاج سيرفر تبتدي ترمي عليه الاي سي اس وبعد كده تعمل اوثنتيكيشن معاه وهكذا. بنرجع تاني للاكسس كنترول ليست وباكد عليها، ما ينفعش حد بيطلع للسكيورتي وما يعرفش اكسس كنترول ليست. دي ثابته ثابته معاك في اي حاجه فيها سكيورتي، لازم حد يسمع الاكسس كنترول ليست، حتى في جونيبر، حتى في مايكروسوفت، حتى الناس لينوكس، الناس سيستم ادمنستريتور لازم تعلم اكسس ليست وعلاقتها بالاي بي تيبلز وازاي يربطها والفاير وول بتاع لينوكس وهكذا. حضرتك بعد كده بتعرف ازاي تعمل مانجمنت وريبورت، ازاي بترمي اللي هي دي بتقابل هناك في المنهج القديم اللي هي السيس لوج سيرفر او سيس لوج مسج، ازاي بيخزن عندي الرسائل اللي قلت لك عليها ان كل راوتر او كل ديفايس لسيسكو بيبتدي يطلع رسائل بتظهر لك انت كيوزر وانت بتعمل كونفيجريشن. فعلى حسب كل رساله انا ببتدي اتعرف الراوتر بتاعي حالته ايه، وكمان الرسائل اللي بتطلع ديت قدامي اكتر من مكان عشان اخزنها، يا اما بخزنها لوكال جوه البفر بتاعت الراوتر بتاعي، يا اما برميها على سيرفر خارجي وبسميه سيس لوج سيرفر. برجع تاني، خلصنا اللير 3 اتاكس فوق في الراوتر، بنبتدي ندخل على السويتش. هنا بيعرفك ازاي تعمل لير 2 سكيورتي على السويتش بتاعك، ازاي تعمل فيلان سكيورتي، السبانينج تري، الفي تي بي. القصه جميله جدا وظريفه وبتعتمد 90% على فهمك الكويس لجزء السويتشنج بتاع السي سي ان اي. هنا هترتاح جدا جدا جدا، يعني تلاقي بيرجع تاني قال لك ويقول لك في ده معرضه للاتاكس وازاي بنحلها، دي معرضه للاتاكس وازاي بنحلها. وطبعا كل سيسكو بتقول دي كلها تقنيات خاصه بالديفايس بتاعتها فقط، يعني سيسكو بتقول لك انا كاجهزه طلعتها كان ممكن يحصل عليها بعض الاتاكس فانا بحميها بالطريقه الفلانيه. فانت عشان بعد كده لما تكون في مؤسسه او تكون في الشركه انت كسيسكو سكيورتي انجينير يقول لك الديفايس بتاعتها معرضه للاتاك نوعها كذا، فانت عارف على طول العلاج بتاعها وعارف السوليوشن بتاعها وازاي تنفذها. بندخل بعد كده على سيسكو فاير وول تكنولوجي، طبعا كان موجود في المنهج القديم جزء الفاير وول زي ما قلت لكم، وكان ازاي تخلي الاي او اس بتاعك يشتغل كانه فاير وول. هنا بنبتدي نتكلم في الحاجات الجديده. سيسكو اول حاجه هتعرفك على جهاز او ديفايس بتاعها اللي هو الادابتيف سكيورتي ابلاينس بتاعها الاي اس اي، ده ديفايس سيسكو طالع بيه السما، فاير وول بتاع سيسكو. انت ازاي هتتعامل معاه كهاردوير؟ طبعا الاي اس اي ده جهاز بيتشرى من سيسكو وبيكون جواه الاوبرنج سيستم بتاعه. الاوبرنج سيستم بتاع الاي اس اي يختلف جزئيا عن الاي او اس نفسه، فده يعتبر من اول او من اهم المواضيع الجديده اللي موجوده عندي هنا في المنهج الجديد اللي هو 640 554. ازاي الاي اس اي بيشتغل؟ هتبتدي تعرف على الاي اس اي والكونفيجريشن من جوه شغاله ازاي، هتبتدي تعرف على انواعه، على الرخص بتاعته، على الفيتشرز الموجوده جوه الاي اس اي. وانا كمؤسسه او كشركه لما اجي اشتري اي اس اي بشتريه ازاي؟ وطبعا حضرتك مش مطالب يكون معاك اي اس اي كهاردوير وتطبق عليه. هنا برضك نفس الكلام اللي كان موجود هناك في الاس دي ام، هنا سيسكو اخيرا شالت برنامج الاس دي ام. طبعا كان بيحصل فيه باجات كتير جدا وكان في ناس كتير بتشتكي منه، سيسكو كانت وقفت السبورت بتاعه. حاليا سيسكو في منهج جديد نزلت
تول جديده او ابلكيشن جديد جي او اي برضك مسميها سيسكو كونفيجريشن بروتوكول. فهنا في جزء الفاير وول هتتعلم ازاي تطبق الاي اس اي على السيسكو كونفيجريشن بروتوكول، ازاي تبتدي تعمل له كونفيجريشن عليه. موضوع جميل جدا 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 وظريف يعني. هنا ده برضك يعتبر موضوع جديده يعني، دي اللي نازله من السي اس ان بي سكيورتي. ايه عرفك على انواع النات والبات، بورت ادريس ترانسليشن والنتورك ادريس ترانسليشن، بيفكرك بيهم جزء السي اس ان اي، وفي نفس الوقت بيضيف لك عليهم حته جديده من السي اس ان بي سكيورتي، بيقول لك ازاي تعمل نات وبات على الاي اس اي بتاع سيسكو. الاي اس ده هيكون بعد كده هو اللي موجود في النص. احنا كنا بنعمل نات مثلا على الراوتر، اقول لك الراوتر بتاعي بيعمل عمليه نات، نات انسايد ونات اوتسايد، ومين اللي عايز يطلع بره ومين اللي بره عايز يدخل جوه، وتفتح له ولا ما تفتحلوش. هنا نفس الكلام، الاي اس اي بتاعي هبتدي اعمل على جواه عمليه النات، ان في عندي انترفيس انسايد وفي عندي انترفيس اوتسايد، فالناس الانسايد لما يجوا يطلعوا الاوتسايد هيطلعوا بادرس كذا، والناس اللي بره لما يرجعوا هيرجعوا بادرس تاني خالص. نفس الكلام الاي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم، بس بدل ما كنت بتطبقه على الاي او اس نفسه في المنهج اللي هنا، احنا هنا نرجع ثواني بس نفكر الناس، بدل ما كنت بتطبق هنا الاي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم الفيتشر بتاعته بدل ما كنت بتطبقها على الاي او اس نفسه، لا انت حاليا هنا بتطبقها على الاي اس اي. هو الاي اس اي ده هو ابلاينس، ابلاينس يعني شويه حاجات في بعض. الاي اس اي هو مهمته الاساسيه هو فاير وول، بس جواه ممكن تعمل اي بي اس، جواه ممكن تعمل في بي ان، طبعا على حسب الميديولز او حسب الادابترز اللي انت بتوصلها في الاي اس اي بتاعك نفسه. جميل. ونفس الكلام ازاي تطبقه على السي سي بي سيس كونفيجريشن بروتوكول. اخر حاجه بنتكلم فيها هي الفي بي ان تكنولوجيز. نفس الكلام بالظبط في المنهج الجديد، بيرجع تاني يعيد اول حاجه لازم تكون عارف كريبتوغرافي، كريبتوغرافي عارف التشفير، تعرف على انواع الفي بي ان، هيرجع تاني يعيد لك السايت تو سايت في بي ان اللي هو ده اللي كان موجود في المنهج القديم، بالاضافه لحاجه اخيره وهي الاس اس ال في بي ان او احنا بنسميها الويب في بي ان، ازاي تعمل في بي ان عن طريق بروتوكول الاس اس ال. المنهج الجديد بتاع سيسكو سي سي ان سكيورتي هو من وجهه نظري يعني، هي سيسكو حاليا جابت لك شويه حاجات من فوق من سي سي ان بي سكيورتي وبالاخص التراك بتاع السكيور، ونزلت لك هنا شويه في سي سي ان سكيورتي. يعني هو يمكن المنهج بتاع سي سي ان سكيورتي ما تحدثش من 2007 يعني، هو كان اول فيرجن ليه اللي هو كان فيرجن 1 اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي. فين 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 اهو يعني هو ده كان اول منهج خالص طلع سي سي ان سكيورتي في 2007، في اواخر 2007 شهر 7 تقريبا 2007 كان المنهج ده اللي هو 40553. فحاليا بقى فيرجن 2 يعني ده الاصدار او التحديث الثاني اهو، يعني فيرجن 1 وفيرجن 2 ده التحديث الثاني لمنهج سي سي ان سكيورتي. هو يعني سيسكو كل فتره كده لازم تعرف الناس ان انا موجوده، انا شغاله، ما فيش حد يفتكر ان انا خلاص يعني انا طلعت منهج ولا اتنين ونايم عليهم وخلاص. فهي طبعا احنا لازم نتفق ان الموضوع كله موضوع تجاري، ان سيسكو لازم كل فتره تعرف الناس اللي هي بتطلع شهادات جديده، لازم بتجذب الناس ليها بتكنولوجيات جديده هي بتحطها في المناهج. طبعا منهج سيسكو سكيورتي هو ريكويرد ومطلوب جدا جدا لاي حد عايز يبتدي يتخصص في السكيورتي بتاع سيسكو. زي ما قلت لك المنهج جميل وبسيط وبيعتمد عليك وعلى فهمك لمنهج السي اس ان اي وعلى حبك لمجال السكيورتي. فاتمنى ان من الملخص السريع للجزء بتاع السي اس ان اي سكيورتي، هل انت برضك لو انت لسه متردد هل هتكمل في السي اس ان اي سكيورتي ولا انت كنت مفكرها حاجه تانية وظنك خاب فيها؟ تمام. فمره اخيره اتمنى الفيديو يكون مفيد ليكم، وان شاء الله برضك اول بس ما افضى ويكون في وقت عندي هبتدي اشرح برضك شويه اجزاء من الحاجات الجديدة اللي موجودة في المنهج إن شاء الله. أتمنى الإفادة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.